احنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لأهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، ارفع لهم الدرجات وكفر عنهم السيئات يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خير. Thank you for the invitation. Inshallah, may Allah forgive what we've said that is wrong and bless what we said that is right. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. جزاكم الله. Quick request to please definitely make extra dua for our brother here. He drove almost 45-50 minutes in the rain and the wind, and he still made it here. So we really, really thank you for coming. Jazakallah khair.